يا دكتور، أنا عايزة حاجة تفتح المنطقة الحساسة، بحس بإحراج. و يعني هو فيديو للبنات طبعا، فالولاد يطلعوا برا لو سمحت. وأصلا يعني الحمد لله ما فيش ولاد بتشوفنا كتير يعني، فإحنا عايزين حاجة لتفتيح وتعطير وترطيب المنطقة الحساسة، عشان برضو دي من الحاجات اللي بتفرق في جمالنا وبتفرق في شكلنا وبتفرق في حاجات كتيرة. مش هطول عليكم في الفيديو كتير. بعد بحث كتير جدا، وبعد يعني طلعت لكم بأكتر حاجة كويسة وهتجيب معاكم من الآخر، وكمان ليها ميزة حلوة جدا. هو كريم ليه مميزات كتيرة جدا، وهو سودو كريم. سودو كريم ألماني، سودو كريم اهو ده شكله الماني. هسيب لكم برضو صورته هنا عشان سودو كريم الماني صنع. واحلى حاجه فيه ان هو بيشيل اثار الجروح والحروق، حلو جدا لالتهاب الحفاضات للاطفال، حلو جدا لو خلطتيه بزيت اللوز الحلو وحطيتيه على المنطقه الحساسه من مره لمرتين في الاسبوع، مش اكتر من كده. في تركة حلوة جدا في السودو كريم، ان انت ممكن تستعمليه مزيل عرق، تحطيه تحت الاندر ارم او في الاماكن اللي بيظهر فيها ريحة عرق، هتبقى حلوة جدا جدا في النقطة دي. وجربيه وهتدعي لي. طب نلاقيه فين؟ اكتبي ورايا الرقم ده 012-77-22-4828، 012-77-22-4828. هنقولك موجود فين بأحسن العروض وأحسن الخصومات والأصلي، لان احنا بنتابع معاكي طبعا، احنا معاكي اهو على اليوتيوب عشان الناس طلبت ان احنا نكون متواجدين على السوشيال ميديا ونتكلم عن المنتجات. طيب عملت بالسودو كريم وفتح لي البشره. بصوا لازم تكونوا متصالحين مع نفسكم، احنا يا جماعه ما بقاش اكون خمريه، تمام؟ انا مش شقره، ما ينفعش تكوني مش شقره. الشقره بيكون الوانها الوان جسمها مختلفه، لكن انتي خمريه مثلا فلازم تكوني متصالحه انك خمريه، فطبيعي المنطقه دي تكون غامقه شويه، ده امر طبيعي. احنا بس بنعتني بيها وبنرطبها وبنخليها احلى، تمام؟ لو الموضوع عندك غامق جدا ممكن تستخدمي سبراي، موجود سبراي هسيب لك صورته هنا. سبراي بيقلل العيوب او بيخفي العيوب شوية اللي موجودة في الجسم، فدي ممكن تستخدميه بشكل امن وقت بسيط وتمام كده، انت طبعا فاهمين. طيب انا عايزة حاجة تعطير كده للملابس، ويعني لللبس الداخلي او للمنطقة دي الفيميناين، وفي حاجات كتيرة برضو موجودة هسيب لكم صورها هنا. فيميناين برضو حاجة جميلة جدا وامن جدا على المنطقة دي، يعني في المنطقه دي ما ينفعش تستخدمي برفانات او حاجات من دي، ففيمينايل من الحاجات اللي تعتبر مزيل عرق او مزيل رائحه كويس جدا للمنطقه دي. بس كده، شكرا. لو سبتي حد هنا في الفيديو اعملي سب لايك واعملي سبسكرايب او فولو حسب ما كنتي بتتابعيني، وعشان يوصلك كل ترند جديد في مجال او كل نصيحه جديده في مجال التجميل. شكرا ليكي، باي باي.